لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. استعاذني واستعاذ بي. ذكرنا أن طريق الولاية كما دل عليه هذا الحديث ودل عليه القرآن العظيم هو الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا يعني يتضمن أداء الفرائض الظاهرة والباطنة فعلا وتركا. أداء الفرائض، هذا سبق شرحه، أداء الفرائض الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وصلة الأرحام والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأداء الفرائض الباطنة كحب الله والخوف منه ورجائه والإخلاص له والتوكل عليه وشكر نعمته والصبر على طاعته وعن معصيته وعلى البلاء والافتقار إليه وغير ذلك. رحمك الله. وترك، نقول فعلا وفعلا وتركا، فهذا فعلا، وأما تركا فترك الشرك بالله وترك البدع والضلالات وترك العقائد الفاسدة وترك الكبر والعجب والغرور والاختيال على الناس وترك الحسد وترك البخل والجبن والعجز والكسل والرياء والسمعة والقسوة والغفلة والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق وغير ذلك من الأخلاق المذمومة والأحوال الباطنة السيئة. نقول هذه الفرائض هي أحب شيء إلى الله، لكن هناك درجة فوق درجة محبة أعمال العبد وصفاته. هذه الدرجة الله يحب أن يؤدي العبد ما افترض عليه، هذه الفرائض محبوبة إلى الله، ثم النوافل والمواظبة عليها محبوبة إلى الله، إلى أن يصل العبد إلى درجة أخرى ليس فقط يحب الله فيه صفات وأعمال كالتقوى والصبر والإحسان والإيمان، بل يحب العبد كله، يحب العبد من جميع في جميع أحواله لكمال عبوديته لله. ولذا قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أحبه دي غاية أخرى غير أحب ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى درجة أن يحب أعماله غير أن درجة أن يحبه هو، أو يحبه لصفة أعلى منها أن يحبه هو. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به.
في الرواية الأخرى لهذا الحديث توضيح لما قد يتبادر إلى ذهن أهل الإلحاد دون غيرهم، أعني أنهم يعتقدون أن الله قد حل في ذلك العبد، أو أن ذلك العبد قد اتحد بذات الرب حتى صار هو ذات العبد، حتى يكون الله هو عين سمعه وعين بصره وعين يده وعين رجله. والمسلمون مجمعون على أن الله فوق عرشه بائن من خلقه، وأنه لا يحل في شيء من مخلوقاته، لا إنسان ولا جماد ولا فراغ ولا مكان مخلوق، الله لا يحل في أحد من خلقه. وقد كفر السلف جميعا من قال إن الله في كل مكان ملتزما لوازمها الخبيثة، من أن يكون في بطن الكلب والخنزير والحشوش أماكن النجاسات، فضلا عن أن يقول أحد أنه عين هذه الأماكن الخسيسة فيقول إنه الأسفل كما أنه الأعلى، وإنه الحسن والقبيح معا، وإنه كل جميل وجميلة وكل قبيح وقبيحة. وهذا الكفر البواح الذي لا شك في كفر القائل به إذا كان يعني إيه يلتزمه دي؟ يعني إحنا بنقول العوام ممكن يقول ربنا في كل مكان، بس لما تيجي تقول له هو ربنا جوه بطنك، هو ربنا جوه فمك ومعدتك، ولا جوه الكلب والخنزير، يقول لك أعوذ بالله. تقول له ربنا جوه درة المية، يقول لك أعوذ بالله. أمال إيه ربنا في كل مكان عنده؟ يعني ربنا في كل مكان يعني يسمع ويرى، يعني مع خلقه أينما كانوا، بس هو مش عارف يعبر عنها تعبير صحيح. هو بلا شك إن لفظ المعية ما يتفهمش منه الحلول، ألستم معي وأنا معكم، يبقى احنا حاجتين ولا حاجة واحدة؟ يبقى احنا حاجتين، مش كده؟ لما أقول أنا معك، سواء قلت معك بسمعي وبصري وحضوري، أو معك أنا أؤيدك وأنصرك، الاتنين بيحملوا معنى أن أنا غيرك، هذا لا شك فيه. وهو معكم أينما كنتم، لم يقل هو داخلكم أو هو حال فيكم أينما كنتم، ولم يقل هو أنتم. فلذلك هذه المسألة قد أجمع المسلمون على كفر من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، لأن هذا نص القرآن، فكيف بمن قال إن الله هو اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وأن فرعون كان صادقا عندما قال أن ربكم الأعلى، وأنه هو الذي فهم القضية وعرف السر، وأن عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هي عبادة الحق والعياذ بالله، وأن من ترك عبادتها فقد ترك من عبادة الحق بقدر ما ترك، لا شك في كفر من قال ذلك. نرجع بقى بنقول في رواية توضح معنى كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده وكنت رجله، وهي الرواية في الصحيحة أيضا، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي بالله عز وجل، مثل قول كل المؤمنين لا حول ولا قوة إلا بالله، زي استعنت بالله توكلت على الله. فمعنى بالله يسمع أن يقوي الله عز وجل سمعه ويجعل سمعه فيما يزيد إيمانه وينفعه في الدنيا والآخرة. وقد يصل تقوية السمع، وطبعا يعني إيه تقوية السمع؟
يعني في ناس بتقعد تسمع حاجات كتيرة وما تستفدش حاجة، وفي ناس تسمع وتنتفع انتفاعا عظيما. هي الناس بتسمع الآيات تلاقي واحد ما فهمش حاجة خالص، واحد وآمن بيها بس مش فاهم، واحد تاني سمعها وفهمها بس قلبه ما تحركش، وتلاقي واحد سمعها وفهمها وتحرك ايه قلبه، وتلاقي واحد قلبه أثر على عينه وجلده فاقشعر جلده من خشية الله ودمعت عينه من معرفة الله ومعرفة الحق الذي جاء به القرآن كما وصف الله عز وجل. وهناك درجات عظيمة في سماع العباد، وأحيانا يوسع الله سمع بعض خلقه إذا شاء في بعض الأحيان ليسمعوا ما لا يسمع الناس، وقد يكون ذلك للأنبياء وهو أكثر ما يكون، وقد يكون لبعض من بعض كرامات الأولياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمعون ما أسمع؟ أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد. الأطيط ده لما تتك على حاجة لثقل فوقها تعمل صوت إيه زي زقزقة كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن السماء مليئة وأنه سمع أطيطها لثقل وكثرة الملائكة الذين فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج: ثم ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. في أقلام كل يوم يأمر الله أن تكتب أشياء من المقادير اليومية أو ما شاء الله من الكتابات. فالرسول صلى الله عليه وسلم صعد إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، صوت الكتابة بتاعت الأقلام. وقال عمران ابن حصين: إنا كنا لنسمع تسبيح الحصى. وقالوا: إنا كنا لنسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. ووسع الله عز وجل سمع سارية وأوصل له صوت عمر وهو يقول: يا سارية الجبل. وألهم عمر أن يقول هذه الكلمة: أن إلزم يا سارية الجبل لأن هذا أنفع لك في الغزوة. وسمع ذلك وعرضه على أرض المعركة، سمع ذلك سارية ولزم الجبل ونصرهم الله. يعني في ناس بتسمع حاجات ما الناس بتسمعهاش، يصح ذلك؟ طب احنا نسمعش الكلام ده ليه؟ ولو لقينا حد بيقول الكلام ده نقول عليه مجنون؟ هو لابد أن ينظر في أحوال الإنسان. احنا عندنا الناس اللي بتقول لنا بسمع حاجات وبشوف حاجات، حالهم غالبا ينطبق عليه حال ايه؟ الخلل النفسي والاضطراب النفسي. لكن ده وارد يحصل للأولياء، نعم وارد يحصل للأولياء، بس مش هو ده الأنفع. على فكرة الأنفع في السمع أن الإنسان يسمع كلام الله فيحيا قلبه بالإيمان، ويسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعيه ويحفظه ويؤديه فينتفع الناس به. رائع. نضر الله امرأ سمع من خالته فوعاها فأداها كما سمعها. ففي نفع متفاوت للناس. في واحد بيسمع وما يفهمش ويسمع ويحفظ بس، واحد يسمع ويحفظ ويفهم ويوصل ويشرح للناس ويزداد الناس به إيمانا. والبصر، واحد بص، الناس عمالة تبص كل يوم يلاقي مثلا في قطة حامل وكلب حامل، واحد يقول الكلاب تكتر ولا ايه، ويشوف منظرها عامل ازاي،
واحد تاني يتذكر قول الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. ومن ضمن العلم ده هذه الايه؟ الأنثى، مش بس أنثى البشر. طب وفي كم أنثى بشر حامل النهاردة وحملها بيزيد؟ وفي كم أنثى حيوانات؟ والله يعلم ما تحمل كل أنثى، ويعلم الجنين ده مستقبله إيه وأعمله إيه، سواء كان إنسان ولا حيوان ولا حشرة ولا يعني حاجات. انت تفكير، الناس بتشوف الشمس بتطلع مش كده؟ كل الناس، ناس يقولك ده منظر جميل، ناس يقولك دي حاجة حلوة، وفي واحد يتذكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يرى ملك الله عز وجل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والله الواحد قطعا ويقينا لو نظر إلى الحاجة البسيطة اللي هي إن المغرب النهاردة على 5/29 6/29 مش كده؟ وبكرة امبارح كانت كام؟ 30، وبكرة تبقى كام؟ 28. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وتبص تلاقي قد ايه، اقول لك حاجة، الضفر اللي زاد ده خلاص الجزء اللي فوقاني ده اللي عايز يتقص مات، عشان كده لما اقصه ما يوجعنيش. لو انا جرت بالمقص ولا القصفة ودخلت على الحتة اللي تحت يبقى ايه؟ دخلت على الحي مش كده؟ انا عندي جلدي مقشر واجي اعمله كده، لو انا عملت على الحتة الحية هدي اجزاء كانت حية وبعدين ايه؟ ماتت. شعري انا اللي بيطول، البصيلة حية وهي كل يوم تزق الشعر اللي فوقها في حتة، بتتحول من شيء حي الى شيء ايه؟ ميت. هي افرح حاجات بتفرزها الخلية بتاعت بوصلة الشعر دي لغاية ما الشعر يطول، يقول لك روح احلق بقى شيخ عشان شعرك طول، لسه مطولش. فالمهم ان حاجة زي كده دي اهو ده من اخراج الحي من الميت واخراج الايه؟ الميت من الحي. انا سبحان الله. وكذلك انت بترى واحد صالح وابنه مغلبه لغاية ما ربما يلحد ويكفر بالله، واحد تاني ابوه كان ملحد وابوه كان نصراني وهو طلع ايه؟ اسلم. وهكذا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. حبة الرز اللي احنا بناكلها دي جواها حاجة حية، بس احنا مش مهتمين قوي بجنين الرز، احنا اهم حاجة عندنا المادة الغذائية اللي في الايه؟ اللي في الرز. احنا ناكل بالمعلقة الواحدة ولا 20 حباية، كل ده كائن اصلا مش كده؟ في جزء ميت وفي جزء ايه؟ حي. الجزء الميت ده هو معدل غذاء الجزء الحي الصغير اللي لو اتحط في الارض هيقعد ياخد من الرزايا والامحايا لغايه ما يطلع الساق والايه؟ والجذر اللي يبدا ياخد بيهم المواد الغذائيه، اللي يبدا الجنين ده بعد ما كان خليه واحده بس بقى ايه؟ مليارات الخلايا. ما هي سنبله القمح اللي فيها 100 حبة والنبات الواحد اللي بقى 700 حبة، النبات ده كان كله من خلية واحدة بس، ولما امتصت المية والعناصر الغذائية تحولت من الميت إلى الايه؟ إلى الحي. احنا بنعمل ايه؟ نجيب الرغيف واقطع وغمس وكل، صح ولا غلط؟ لكن ربنا بيقول، قال عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أنتم شايفين الحطام اللي بيحصل في المشارق والمغارب، الزروع اللي بتتحرق من شدة الحر ومن شدة الجفاف، لو شاء الله أجعله حطاما. وبعدين لما تنزل المطر ينزل إيه؟
مغرق. يعني الصين بقى لها دلوقتي 3 شهور ما نزلش مطر، أحرق حطاما حوالي 25% من محصول الأرز بتاعه، ربع المحصول. ربع المحصول ده بتاع 400 مليون إنسان. كانوا بيقولوا لو ما نزلش المطر خلال الأيام اللي جاية دي هيبقى يوصل إلى 40% من المحصول. يترتب على ذلك ان الناس مش هتلاقي اكل بتاع 800 مليون. نزلت الامطار امبارح مغرقه لهم الدنيا، غرق وفيضانات. باكستان يا رب فرج كربهم يا رب، ونجيهم يا رب، واستر عليهم يا رب العالمين. لكن فعلا حاجه فوق التخيل، كميه هائله من المياه. السودان فيها كميه هائله من المياه. اوروبا لغايه النهارده ما فيش مطر، ولو فيه مخاطر ان يحصل سيول في بعض الاماكن. هو معاه المطر عندهم اتاخر جامد جدا. فقدره ربنا سبحانه وتعالى، الناس شايفه ده وتقول ايه؟ تغير المناخ. بس ما بيقولوا، ما بيفكروش ان ربنا الذي يصنع، وان ربنا الذي هو قادر، وان دي مجرد اسباب. على فكره انتم المناخ بيتغير بقاله مده، وما احناش عارفين النتائج بتاعته، والنتائج دي مش احنا بنحددها. وأن يروا كسفا من السماء ساقطة يقولوا سحاب مركوم، ما عندهمش فايدة أبدا، عمي ما بيشوفوش. فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. يبقى لما يشوف حاجة يزداد بها إيمانا، ويرى بها ملك الله سبحانه وتعالى، لأن الله أيد بصره. وممكن توصل أنه يشوف حاجات الناس مش شايفاها، كما شاهد أسيد بن حضير الملائكة عندما نزلت تستمع قراءته، رأى مثل الثريا. حتى هو إيه اللي خلاه؟ كان يصلي وكان يقرأ، فابنه كان في المربد بجواره نايم، الولد في الاسطبل جنبه أو في المخزن يعني. فجالت الفرس، حصل اضطراب، فسكت فسكنت، فجعل يقرأ فاضطربت، حتى خاف على يحيى، خاف على ابنه انها تدوسه من كتر ما هي عامله ايه تضطرب. فانصرف فنظر، فاذا في السماء كمثل الظله من النور، انوار طالعه في السماء. يبقى شافها. فقال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرا ابن حضير، اقرا ابن حضير، تلك الملائكة جاءت تستمع قراءتك. وفي رواية: تلك السكينة. الملائكة نازلة بالسكينة، السكينة على قلبه هو، بس الفرس شاف الضوء فإيه؟ فاضطربت، لكن هو قلبه كان مليان سكينة. الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في يعني نفع علومهم بسمعهم وبصرهم أعظم بكثير مما سمع وأبصر غيرهم. وكذلك في المشي، وكذلك في البطش. يعني قل كنت رجله التي يمشي بها. الصحابة رضي الله عنهم، خالد بن الوليد في زمن ما فيش فيه مركبات، لما جاءه أمر أبي بكر رضي الله عنه وهو بالعراق أن يدرك أهل الشام، سار بالجيش، وصل من العراق إلى الشام في نحو 3 أيام. الجيوش ما تتحركش بالسرعة دي بدون مركبات. فكان الله عز وجل به يمشون، يعني وفقهم للسير ما لا يطيقه غيرهم. ده من معجزات، من كرامات الأنبياء، ومن معجزات الأنبياء، كرامات الأولياء. وأيضا في فتح ميلاد الفرس سار الصحابة رضي الله عنهم بخيولهم على الماء، وأدركوا أعداءهم حتى فتحوا بلاد كسرى و يعني سائر بلاد الفرس، وخاف منهم أعداؤهم خوفا شديدا. ومع جهادهم في سبيل الله كانوا به يبطشون. الرسول صلى الله عليه وسلم رمى في غزوة أحد بين عيني، كان مين؟
مشرك زعيم المشركين. ها؟ لا، اللي رماه بين عينيه اسمه بل قال أنا، اللي هو أمية بن خلف، اللي هو لما أراد أن يخرج الناس إلى أحد وكان هو أبي بن خلف، مش كده؟ إن أمية اللي قتلوا بالأنصار مع بلال في غزوة أحد، في غزوة بدر، أنا ناسي اسم الصحابي، اسم الكافر. فكان بيعد فرس فيقول أقتل عليه محمدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو بعد أن هزم أصحابه وهو يقول أين محمد، وهو ما فيش حاجة من عينيه بين المشرك إلا إيه؟ إلا الحدق. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم وقد جرح أن يناولوه الحربة، فرمى بها فوقعت بين يديه فخدشته، خدشت هذا الرجل الكافر، فجعل يخور كخوار الثور. هو قبل ما يمشي كان سعد بن معاذ صديقه، فكان يأتيه إلى مكة ويعتمر ويدخل في جواره، وهو لما كان يروح المدينة كان يدخل في جواره. بعد أن جاء قال له دعنا منك أو حاجة زي كده، فقال سعد بن معاذ قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بل أنا أقتله إن شاء الله. فدخل مهموما على امرأته وقال لها، يعني قالت له ما قال لك يا صديقك اليثربي؟ فقال قال محمد كذا وإن محمدا لا يكذب. فجاء معاد خروج الناس إلى غزوة أحد، قالت له ما تخرجش، ألا تذكر ما قال لك صديقك اليثربي؟ كان حقيقي مش هيرجع، مش حي. فظلوا به إلى أن أخرجوه. أنا فكرة ممكن أكون ملخبط في الأسماء والمرات. المقصود أنه حمل يخور كخوار الثور من خدش، وقالوا له ما بك بأس، دخلنا ما هو خدش. قال لو كان بأهل المجاز، سوق المجاز دي المجاز، ما بي لماتوا من الألم، وحملوه إلى أن مات. فكانت ضربة النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قوى الله رمية النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى في غزوة بدر، فوصلت كل حبة إلى عين من عيون من عيني رجل من المشركين. وكذا فعل يوم أحد حين قال يوم حنين. فدي كلها أشياء بالله عز وجل، انتصار المسلمين في غزوات الفتوحات كلها كانت بما لا يتناسب مع القدرة العسكرية. فأدي معنى بي يبطش وبي يمشي، بي يبطش وبي يمشي. ونص الحديث حتى لو من غير الرواية بتاعت فبي يسمع وبي يبصر، اللي هي باستعانته بالله لتكون هذه الأسماع والأبصار والأيدي والأرجل مسخرة في طاعة الله بأقوى ما يكون علما وعملا. طب لو الرواية دي مش موجودة مش هنفهم الحديث كده؟ هنفهمه، لأنه قال ولئن سألني لأعطينه. يبقى إذن في سائل ومسؤول وعطاء، يبقى ليس أن السائل هو الإيه؟ المسؤول. يبقى إذن تضمن الحديث القرينة القاطعة بأنه ليس المقصود الحلول ولا الاتحاد. أمية بن خلف، أمية بن خلف في البخاري اللي هو الكافر المقتول في غزوة أحد، صح كده؟ بدر، في غزوة بدر. فليصوب، الرسول صلى الله عليه وسلم قتل أمية بن خلف في غزوة بدر بحربته التي لم تصب منه إلا خدشا. قال ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أو استعاذني. إذن هذا دل على مستعيذ هو المؤمن، ومستعاذ به هو الله، وهناك إعاذة
فعل من الله ينجي بها المؤمن ويحفظه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما أحب وأرضى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.